فينك يا سيسي يا بطل؟ فينك يا سيسي؟ انقذ مصر، انقذ مصر يا سيسي. كل الخونة نازلين تاني، كل الخونة عايزين يضيعوا مصر تاني. الحقي مصر يا سيسي. انا كريمان الشريف اللي عملت فيديو امبارح في ميدان التحرير. اقسم بالله مصر اللي عايزة انا سيسي ولا اي حد تاني. الحقوا مصر يا رجل. صورت فيديو بناشد فيه الدولة والجهات الامنية ان هم ينزلوا يسيطروا على الموقف وما يحصلش اي تطورات وما يحصلش اي حاجة من اللي احنا شفناها قبل كده، لان انا شفت قدامي بالظبط نفس الشريط بتاع يناير 2011. ما كنتش متوقعة ان الفيديو هيستخدم استخدام ضدنا، ضد بلدنا، وصالحهم هو عيش حرية، عدالة اجتماعية، عيش حرية. ارجوكم ارجوكم انا مش همشي. حتى الموت، حتى تسيل دمائي على أرض وطني لحمايته ولضياعه. يتم القبض عليه فوراً فوراً ويكون عبرة لكل مواطن مصري خاين. محمد علي ده بيستغلوه في الانقلاب على رئيس عبد الفتاح السيسي، وانا بطالب الدوله ان تاخذ اجراء عاجل وفوري للقضاء على هذا العنصر. انا هقوم عليك ثوره. يبقى العالم اللي ينزل علم مصر لن تنسب لحد، انها ثوره شعب. كفايه حرام، كفايه ضياع، كفايه الموضوع مش سيسي ولا كان مبارك.